يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، هل فيه دليل على أن لقمان ليس بنبي؟ نعم، ما قال أحد أنه نبي فيما أعلم، عبد صالح. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، لقمان عبد صالح، آتاه الله الحكمة وهي الفهم والعلم. نعم.